التجربة ديال التقديم هي كتدخل في الخدمة ديالي، وانا دائما كنقدم سهرات، كنخدم مهرجانات، كنقدم لي كونفيرونس وبزاف الحوايج. ولكن دابا في البرنامج التلفازي جاتني الفرصة باش يكون عندي برنامج يومي، وكنظن ان التجربة ممتعة وجميلة جدا واستحسنها الجمهور، لان في وقت ديال 3 شهور الجمهور دابا البرنامج الان لقى اقبال كبير على المستوى المغربي والعربي ولا العالمي. فكنتمنى ان نزيد نشتغل في التجربة هذه، لان الجمهور تيشجعنا اننا نواصلوا النجاح ديالنا فيها. طبعا الدورة 17 المهرجان الدولي للسينما بمراكش ناجحة بامتياز. انا حضرت الافتتاح، حضرت التكريم ديال روبرت دينيرو، اسماء عالميه وازنه، دي ماستر كلاس بتيمه مختلفه وجميله جدا، اقبال على الورشات، ضيوف من العالم جاو. فلنا كل الشرف ان تكون عندنا تظاهره دوليه بهذا الحجم في المغرب وفي مدينه مراكش. كيف ما كنشوفوا انه هذا العام مختلف، كانت وقفه سنه، ولكن باش المهرجان خطا جوج خطوات الى الامام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.